مي جزاتي الغزالات حين تقرب يا اختي العيد، اجي وحيدو عليا ديك التماره ديال الشقه وتهلاي ليا يا في الحاله. اول حاجه غادي ندير لكم تحفيز تحفيز باش يا اختي نهار العيد طلعي بلاره كتشقشقي، غادي ترحميني عليه. تبعي الفيديو من الاول ديالو حتى الاخر ديالو باش تشوفي معايا الخطوات والتهليه يا لاله، ابتداء من الشعر من الوجه. غادي ترجعي عروسه وانت في دارك، ولكن حاجه حيدي عليك يا المعجزه، كتروا من حركه الاكسبلور. الى باقي ما دايرينش متابعه القناه ديالي ديروا متابعه بارطاجيو باش كاع البنيتات يا اختي تهلاو ليا في الحاله. كل شيء بغيتو يزيان شعارنا لا للعجز مع داد وبلا. اول حاجه غادي نبدا بها يا اختي هي هاد الشاكوكه ديالي، غادي نتهلا فيها. غادي ندير العجينه اللي كيف كنعود، اول حاجه غادي نجيب واحد جوج ريوس ديال الثومه، غادي نديرهم في واحد الكسرونه، الكسرونه ديالي العجيبه. غادي نجيب شويه ديال البابون، شويه ديال اوراق السدر، شويه ديال الريحان مطحون، شويه ديال حب رشاد كيف كتشوفوا معايا هنايا. بالنسبه لهاد الاعشاب شويه ديال الحلبه، هاد الاعشاب يقدروا يديروهم اي وحده، سواء شعر مصبوغ سواء شعر هلا. وغادي نديروا اكيد المسمار اللي هو القرنفل، كل شيء على نار هادئه، وما نساوش محبوب الجماهير اللي هو اليزير طري. غادي نحطو فوق البوطه يجي معنا الغليه، ونجيو نحضروا معنا النواشف. غادي ناخذ جوج معلقات ديال اوراق السدر حتى لثلاثه المعلقات حسب الطول ديال شعركم، معلقه ديال الريحان، معلقه ديال الخزامه، معلقه يا اختي ديال الدباغ، وملقه ديال الحرم المطحون. هاد المكونات كلهم اكيد كطحنوهم على يد. وكنجيب هنايا الزيت ديالي اللي سبق ليا وحضرت معكم هنايا في القناه ديالي مرقده بالاعشاب، ديروا نتوما اي زيت متوفره. ودابا صفيت المنقوع، غادي نخلط كل شيء حتى نحصل على عجينه متماسكه. هاد الكميه هادي راه غتضعف وغادي تولي عندها تبصيل. انت مولات الخير، ما كاين غير عطيك صحتك باش نغلغل الشعر يولي يا سلام يا سلام. خلي بنادم كل شيء تالف، ما كاين غير الله يعطيك صحيحتك. يا ويلا لا خلطي وجلطي واطلي لي شعري، يلا حيدي العكاز ديال المعكازاتي. ودابا ها العجينه ديالي، وارات لي لالا لهاد السوالف اللي كل ساعه وقت ما طوالو شويه كنقلد نقرض فيهم. ولكن يا اختي اتخذت قرار، صافي غنطول شعري ما باقيش، غادي نشدو ونقطعو صافي. لا لي المقص مرافش شحال نحيد هذوك لي بوينت وصافي. اول حاجه اهم حاجه البنات انكم تغلغلوا الشعر من الجذور، يعني غادي تبقاو تفرقوا خصله بخصله. ولا كان معكم شي حد في الدار ما فيها باس يجي لكم التشقيقه ديال المويمات. يا اختي ملي كانت المويمه ديالنا فاش كنا صغار كتعقلوا على ديك التشقيقه ديال الصغر، ناري كان الشعر عندنا تبارك الله ما شاء الله. انا صراحه كنفرق شعري غير بوحديتي، ولكن كنعطيه الخاطر ديال الخاطر. وما نساوش اكيد الاطراف باش حتى هي ما ينشفوش لينا. علاش حنا زدنا الزيوت؟ باش هاد الوصفه هادي ما تنشفش ليك الشعر ديالك. بالنسبه للناس اللي عندهم شعر دهني راه غتجي معاهم، الناس اللي عندهم شعر جاف اكيد غادي يضيفوا الزيوت باش هكا ما تنشفش لهم. هادي هي الوصفه المفضله عندي اللي كندير في كاع الفيديوهات اللي كتسولوني عليها. هادي هي يا اختي داك السر من الاسرار ديالي اللي كنت مخبيه عليكم. اكيد كندير الضفيره وكنجمع الشعر ديالي وكندير واحد السلوفان انت مولات الخير كنلوي لوي لوي على شعري، وكندير واحد البوني وكنخليها مده ما بين ساعه ونص حتى لساعتين. ومن بعد يا لاله كنغسل الشعر ديالي وكندهنو بشي زيت الكوك ولا زبده الشيا اللي متوفر عندكم. ودابا ندوزو يا اختي للبشره. اول حاجه غادي نغسل البشره ديالي بهاد هاد لوجيل هذا ديال فوريفر. انا كنغسل به كيجيني زوين، كيوالمني كيوالم البشره ديالي. المهم نتوما غسلو باي جيل عندكم او لاي صابون عندكم كيوالم البشره ديالكم. بسم الله. معجزه تشوفوا النتيجه، شوفوا البشره ديالي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي، شوفوا كي ولات كتبان نقيقيه. بدا على الاقل حيدنا من هذوك الاوساخ وحيدنا منها هذوك الزيوت العالقه، وحيدنا حتى دوك لي بوان ما غاديش يكونوا خفاف فداك لوجي. دابا غادي ندير يا اختي المقشر، معلقه ديال زيت البلديه ولا اي زيت عندكم، زيت جونسون زيت الكوك اي زيت عندكم، ومعلقه ديال النخاله. الناس اللي غايقولوا لي النخاله فين غادي نلقاوها، غادي نلقاوها عند مول الهري عادي. غادي نخلط كلشي حتى نحصل على هذا هو
اللي بغينا. ودابا غادي نقومو بيه الوجه. بالنسبه للمزايا الكبيره ديال الخلفيه، غنيه بالتبييض، خلاصه التبييض، وكتحيد لنا الشوائب، وكترطب لنا البشره، وكتعالج لنا الخطوط الرقيقه اللي تيكونوا عندنا في البشره ديالنا، وما كتجرحش لنا في البشره، وصالحه لجميع انواع البشره. وكتقدروا حتى الا كنتو كديروا داك الدقيق ديال الدار، ملي كتغربلو كتبقى عندكم هذيك المدخله. ودابا غادي ندير ليا اختي واحد القماش خفيف، دائما كنفوت وما كنديروش دائره العين باش ما نجرحوهاش. هكا كندير واحد ولا الا ما كنتيش خارجه اصلا. ودابا غادي نغسل البشره ديالنا، اكيد ما نساوش الشفايف ديالنا. فهنا غادي نقوموهم بحركات دائريه بحال هكا باش يحيدوا لنا دوك القشور اللي كيكونوا هنا في البشره. هنا راه درت غير الزيت وسنين. حضروا الماسك المبيض اللي غادي يعطينا واحد النقاء، واحد الصفاء، واحد النضاره للبشره ديالها، وغادي يعطينا واحد ليكله كتبان لكم البشره نقيه، كتولي واخا صايمين كتعطيكم ديك الاضاءه. اول حاجه غادي نديروا الشوفان مطحون. ثاني مكون هو الحمص مطحون. بالنسبه للناس اللي كيعانيو من الحبوب، اثار ديال الحبوب، فهما كيكرمهم وكيحيد لكم حتى الاطخاس ديال الحبوب. وملعقه ديال الحليب اخرى اللي هو حليب مجفف، كنميلونجيو كلشي وكنخلطوه بواحد ياغور طبيعي او لا حليب سائل اللي متوفر عندكم، او العصير ديال البطاطا اللي متوفر عندكم. ولا دابا غنضيفو الماسك تاع البشره ديالنا كامل. الالوفيرا ولا ديروا اي زيت، انا كندير هنا الالوفيرا بيو طبيعيه، كنحاول شويه باش ما تجرحنيش على البشره ديالي، ماشي ما تجرحنيش غير بهذا هادو ما يجرحونيش. اما هي راه غنيه عن التعريف، لايقه بزاف الناس اللي كتكون عندهم جروح، الناس اللي كتكون عندهم حروق، الناس اللي كيكون عندهم البشره ديالهم ملتهبه ملي كتجيو من مثلا السوق وكتكون البشره ديالكم حمراء بزاف، فهاكا حكوا على البشره. غادي تلاحظوا من صوتي بانه عيان ومريض. هذا الفيديو هذا راني صورته لكم الكبيدات ديالي وانا صحيحه، ولكن من بعد ما مرت باقي ما كملش المونتاج، قلت والله تنشاركوا مع الكبيدات المعجزات الغزالات ديالي باش يطلعوا في النت في العار العيد. يا اختي يلا حيدي عليا المعجز، بركه من العجز، يلا كلشي تشجيع، تشجيع لكم باش تكونوا يا اختي بالله راه نهار العيد. المهم هذه السلسله هذا هو اول فيديو، دعيو معايا بالشفاء ان شاء الله باش ندير لكم الفيديوهات الاخرين. هذا الموس هذا راه ما كنستغناش عليه اكثر من 3 سنين دابا، وانا كنستعملو الرحمه ديال صدر ربي. ما تنساوش غير التعقيم، ضروري تعقموه، ومره مره تبدلوهم الى قدامه غزالين، كينقيو لكم الشعر ديالكم وما كينوضش كثير. الناس اللي كيقولوا لك كينوض كثير اختي، غير ما كتعرفيش الطريقه ديال الاستعمال ديالو. ما تنساوش الالوفيرا ولا الالوفيرا جيل اللي متوفر عندكم غزاله الرحمه صدر ربي. وما تنساوش تدخلوا عندي الانستغرام ديالي، مرحبا بكم.